of data science. What are CPR glasses at diplomacy? استقبلت اليوم زميلي وصديقي وزير خارجية مالطا السيد إيان بورغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، وكانت هذه الزيارة مناسبة للإشادة بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مالطا على جميع المستويات. بين بلدينا هناك علاقات قوية قائمة على الاحترام المتبادل، على الصداقة المتينة، وعلى الرغبة المشتركة في خلق شراكة قوية وطموحة في كل الميادين. اتفقنا على أن انطلاقا من هذه الزيارة أن نؤسس على العلاقات التقليدية القوية شراكة اقتصادية مهمة، وفي هذا الإطار يرافق السيد الوزير وفد من رجال الأعمال المالطيين الذين سيشاركون غدا في منتدى اقتصادي مغربي مالطي، وهذا من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. فتح قنصلية لمالطا في السنة الماضية في مدينة الدار البيضاء شكل إشارة قوية لمتانة العلاقات وللرغبة في تطويرها بشكل أكبر. والمملكة المغربية تدرس من جهتها بشكل جدي فتح قنصلية للمملكة المغربية في مالطا ليكون عندها دور اقتصادي، وكذلك بالإضافة إلى دورها القنصلي. المنتدى الاقتصادي الذي سينعقد غدا سيكون كذلك مناسبة للحديث عن كيفية تعزيز العلاقات المغربية المالطية الإفريقية. المغرب كمركز للعمل الاقتصادي للشركات المالطية المتجه نحو القارة الإفريقية، والمغرب مستعد بأن يواكب مالطا في هذا التوجه مستقبلا. تحدثنا كذلك عن البحر الأبيض المتوسط، ومالطا فاعل مهم في المنطقة الأورو متوسطية. كانت دائما مدافع قوي على القيم وعلى فكرة بحر أبيض متوسط يجمعنا ولا يفرقنا. ودوركم معالي الوزير ودور بلدكم أساسي باعتباره تواجده في قلب البحر الأبيض المتوسط، وباعتباره يشكل أحد الجسور المهمة للعلاقة بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. انطلاقا من دور مالطا كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الفترة 2023-2024 تحدثنا حول بعض القضايا الإقليمية الموضوعة في أجندة مجلس الأمن، وكانت مناسبة لنشيد بدور الدبلوماسية المالطية كفاعل نشيط للحفاظ على الأمن والاستقرار وللدفع بحلول سلمية في مختلف القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي خلال فترة تواجد مالطا بهذا الجهاز الأممي الهام. طبيعة الحال تحدثنا عن العلاقات الإنسانية بين بلدينا وضرورة تعزيز التعاون القنصلي في كل مجال من خلال دعم يعني العلاقات الإنسانية بين البلدين ومحاربة
الهجرة الغير الشرعية بشكل حازم وبشكل مسؤول في إطار التعاون الدائم بين البلدين. أكيد أن هذه الزيارة التي تقومون بها معالي الوزير ستفتح آفاق جديدة لعلاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ويمكنكم الاعتماد على المغرب كصديق وشريك بروح إيجابية، ويمكنكم الاعتماد عليه في ما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. نشيد كذلك بالموقف البناء لمالطا من قضية الصحراء المغربية في إطار الدينامية الحالية التي يعرفها هذا الملف على المستوى الأممي، وفي إطار المجهودات التي يقوم بها السيد ستيفان دي ميستورا. مرة أخرى مرحبا بكم معالي الوزير في هذه الزيارة، وأنا متأكد بأنها سيكون لها ما بعدها وأنها ستفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية. وشكرا. بالنسبة للمملكة المغربية، حوض البحر الأبيض المتوسط بقى عنده الوجهة الجيوستراتيجية إلا يون بيرتينونس جيوبوليتيك، عنده دور مهم اللي يمكن يلعبه في الخريطة الجيوسياسية العالمية الحالية، ولكن كاين هناك واحد بارت دو سوفل، ان الاطار الاورو المتوسطي يفقد جزء كبير من النفس ديالو، وبدل ما تكون الفكره ديال البحر الابيض المتوسط اللي كتحيلنا على تاريخ مشترك واللي كتحيلنا على فرص كثيره اللي تحدث عليها ايان بشكل مسهب، البحر الابيض المتوسط اصبح الان بحال يحاول البعض ان يحوله الى حدود. البحر الابيض المتوسط تقريبا ولينا في واحد المعدل ديال 2000 قتيل كل مره في يعني غريق في هذا البحر، اصبح بحال مقبره. ما بين 2014 الان راه وصلنا لواحد 20000 اللي غرقوا في هذا البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط هو سوق ديال 800 مليون ديال الناس، ولكن ما بين الشمال والجنوب راه ما كنفوتو 5% غير بشويه. هذا كيعني بان الفكره ديال البحر الابيض المتوسط ما خصهاش تبقى فقط واحد الفضاء جغرافي، خصنا كيفاش نحولوها لواحد المفهوم جيوسياسي. هذا كيحتاج شجاعه، هذا كيحتاج تصور، وهذا كيحتاج قناعه بان البحر الابيض المتوسط هو فرصه ماشي خطر، وبان اذا تعاملنا معاه كخطر فغنبقى في واحد السياسه الاحتواء، اذا تعاملنا معاه كفرصه غادي يكون توجه نحو استغلال كل الفرص والامكانيات اللي كيتيح حوض البحر الابيض المتوسط. جنوب حوض البحر الابيض المتوسط فيه ديناميات ايجابيه، فيه تحديات ولكن فيه ايجابيات وفيه ديناميات ايجابيه اللي مفيده لاوروبا والمفيده للاتحاد الاوروبي. حنا دائما كنا قراب كثار في الافكار ديالنا حنا ومالطا في كيف نعطي طموح جديد لحوض البحر الابيض المتوسط. للاسف كاين دائما هذا الصراع، واش اوروبا تشوف الشرق ولا تشوف الجنوب، كاين دائما على حساب الاحداث وعلى حساب كتمشي الاولويات على حساب الضغط ديال الساعه، بينما البحر الابيض المتوسط خصو تصور استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، خصو بناء جديد، خصنا نبنيو توافقات جديدة بين شمال وجنوب حول البحر الأبيض المتوسط، بعيدا عن لغات الإكراه أو لا لغات الضغط أو لا لغات الاستفزاز. كيخصنا علاقات اللي تكون فيها الاحترام المتبادل وفيها تصور مشترك. هذا غيخلينا نعاودو نجددو التوافقات ديالنا حول ماذا نريد من البحر الأبيض المتوسط وكيف نستغل الإمكانيات المتاحة. ما خصهاش البحر الأبيض المتوسط ما يمكنناش ندبروه بمنطق الانتخابات، منطق إغراء بعض الأسر السياسية المتطرفة، خصو واحد التوجه مسؤول، لأن هذا ماضينا
هذا حاضرنا وهذا غيكون مستقبلنا هو حوض البحر الابيض المتوسط. شكرا.